التعريف سميحة. أنا دابا كنوجد البروجي ديالي ديال التخرج إن شاء الله في تخصص المساحات الخضراء، وهو كيخص الغولف، وبالضبط غولف تازكزوت اللي كاين في المنطقة السياحية تغازوت باي. هو واحد الغولف اللي تأسس في 2011 ودارت لوفيرتور ديالو في 2014. دي سنة واحد الأرشيتكت اللي معروف اللي هو كيل فيليبس. مشروع إيكولوجي كيهدف إلى الحفاظ على ما أمكن من الثروة اللي كتميز بها المنطقة هو الأرغان، وكذلك يعني كيحاولوا يستخدموا دي برودوي إيكولوجيك، يعني مواد إيكولوجية حتى في لونتروتيان ولا في الأسمدة اللي كيستعملوا هنايا، وبالإضافة إلى المنظر الطبيعي اللي كيتميز به المحيط الأطلسي اللي هو منظر ساحر فعلا، وكيخليه يعني اكثر تقييم حسب ما قاله زعما الناس اللي كيجيو ليه. كانت واحد التجربه مزيانه بالنسبه ليا، يعني بصفتي امراه ودخل الميدان اللي كيمارسوه ديما الرجال، بحكم انه في المغرب يعني ديما كنلقاو باللي راه في هذا الدومين ديال لونتروتيان ديال الغولف وبها العنايه بالغازون اللي كاين في الغولف، كنضطروا دائما انا نناديو على ناس اترونجي من برا باش يجيو يديروا لنا هذه العنايه بالغولف في المغرب. مؤخرا كنلاحظوا بانه كاين هناك مغاربه اللي التحقوا بهذا الدومين هذا، ومن خلال التجربة ديالهم أو الانضمام مع لي زيترونجي في الميدان خلاهم يتعلموا بزاف الحوايج ولا هما كيزاولوا هذه المهنة. وبالنسبه لي انا يعني تقريبا كانت تجربه مزيانه بالنسبه لي كامرأة، كيف قلت في الاول انني ندخل هذا الميدان ونعرف بزاف ديال الحوايج ونتزاول يعني شي مهنه اللي خاصه غير بالرجال.